يمكن مع بداية العام الدراسي كثير من الأولاد والأطفال خصوصا بالصف الأول ببلشوا يمكن يلاقوا بعض مشاكل بالتعلم، كثير بنسمع بالآونة الأخيرة صعوبات التعلم ممكن تصيب الأطفال، شو هي المؤشرات اللي بنقول إنه هيدا الطفل عنده مشكلة بالتعلم أو عنده صعوبات التعلم، كيف فينا نعالجها وكيف يمكن فينا نساعد كل أم اليوم لتتبع الخطوات السليمة والصحيحة؟ لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الأستاذة منال السليمة، أخصائية بتقويم كلام ولغة وحاصلة على ماجستير في تقويم الكلام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم، يسعد صباح مشاهدينا، وإن شاء الله بداية عام دراسي مريحة للأهل وللطلبة وللمعلمين. إن شاء الله أكيد بهي الظروف الصعبة إن شاء الله تمام الأمور الناحية التعليمية أمور عم تمشي على خير ما يرام مثل ما بنقول. إن شاء الله يا رب. اليوم لما بنحكي عن صعوبة التعلم خلينا نعرف بالضبط شو هي، شو هو هذا المصطلح، ومن أي عمر ممكن نحن نلاحظ المؤشرات؟ هلا نحن بنقصد بصعوبة التعلم هن الأطفال اللي بيكونوا ما قادرين يجاروا أقرانهم بالتعليم الأكاديمي لأنه عندهم مشكلة بالقراءة أو الكتابة أو الحساب أو وحدة من العمليات المعرفية المرتبطة بالانتباه والإدراك والذاكرة. هلا نحن بنبلش نكتشفه ببداية المرحلة الدراسية، يعني ممكن بالصف الأول أو الروضة اللي الكي جي 3، يعني قبل الصف الأول بمرحلة بنبلش نحن نكتشف الطفل إنه عنده هو صعوبة تعلم. طيب خلينا يمكن نعرف للناس أكثر ولكل الأمهات يمكن بعض التفاصيل، في فرق فعليا بين اضطراب التعلم أو صعوبة التعلم تمام، ولا فينا نحن نصنفهم بنفس الخانة بيكون التعامل مع المختلف؟ لا، هلا صعوبات التعلم نحن العامل التفريقي بين صعوبات التعلم واضطرابات التعلم هو معامل الذكاء أو درجة الذكاء عند الطفل. هلا بصعوبات التعلم نحن بيكون الطفل عنده ذكاء طبيعي، اما اضطرابات التعلم فهو الذكاء راح يكون اقل من الطبيعي، بيشمل مثل التخلف العقلي اللي عندهم اعاقات اخرى مرافقه، او عندنا المتاخرين دراسيا او بطيئين التعلم. اذا بنحكي عن صعوبات التعلم خلينا نعرف بالبدايه شو هي الاسباب اللي ممكن تؤدي لصعوبه التعلم؟ نسمع عن كثير اشخاص ممكن بيشتكوا من فرط النشاط عند اطفالهم، ممكن يقولوا انه هذا سبب، البعض الاخر بيقول انه هذا ما له سبب كافي رح تكون في صعوبه التعلم. شو الشيء الصح بهذا الشيء؟ تماما، لحد الان نحن ما عندنا سبب واضح لصعوبات التعلم، هن انعزوا لاكثر من سبب مساعد، ممكن العوامل البيئيه، ممكن السبب الوراثي، ممكن الام تعرضت لاي شيء وهي حامل بالطفل، بس سبب رئيسي لصعوبات التعلم ما في. اما النشاط الزائد فهو ليس سبب بالعرض، يعني لانه هذا الطفل عنده صعوبات تعلم فهو بيعاني من النشاط الزائد. طيب خلينا نحكي معك استاذ منال، لما نقول طفل عنده صعوبات التعلم اكتشفت الام مع بدايه مثل ما قلنا العام الدراسي خصوصا بالصفوف الاولى، هو بيبقى مع رفقاته بنفس الصف ولا ممكن يكون في فينا نقول تعليم منفرد لإله بالبيت ليقدر فعليا يواكب رفقاته؟ هلا نحن بنفضل انه يكون نحن في عندنا بالمدارس غرفه اسمها غرفه المصادر، نحن فعلناها يعني صار لها كذا سنه مفعله بالمدارس، بنتمنى انها تتفعل كدور اساسي لهدول الاطفال. غرفه المصادر هلا طفل صعوبات التعلم بيكون عنده مش يعني اكثر من مشكله هلا رح نحكي عنهم، بس وقت اللي انا بدخله على غرفه المصادر يعني كتعليم فردي انه مثلا بعض الحصص هو ينزل على غرفه مش المصادر بشكل نهائي، لا لا لانه اساسا كمان بياثر على نفسيته تماما، هي الفكره انه نحن رح نخليه بصفه رح بس رح نعطي توجيهات للاستاذ اللي موجود انه انت رح تتعامل مع الطفل بهي الطريقه. شو هي الطريقه؟ هلا نحن مثلا طفل صعوبات تعلم رح نحكي شو رح يكون عنده مشاكل تمام. هلا طفل صعوبات تعلم اول شغله عنده صعوبه ينقل عن السبوره، ممكن يصير يكتب بخط انه طالع او خط نازل، ما بيقدر يكتب على السطر بشكل، هي ممكن تعتبر من صعوبات التعلم تماما، هي مظاهر صعوبات التعلم. طفل صعوبات التعلم ما بيعرف يميز بين الحاء والخاء والجيم، بين الاحرف المتشابهه انه النقطه وين بده يحطها، ما بيعرف يميز بين الاحرف المتشابهه مثل الراء والزين، ما بيعرف يميز سماعيا بين الاحرف اللي لها نفس الصوت مثل القاف والكاف، الدال والتاء، عنده مشكله بهدول القصص، عنده مشكله بالاتجاهات، احيانا بيكتب من اليسار لليمين بدل من اليمين لليسار. ممكن يقرا بسرعه زائده وكلام غير مفهوم او يقرا ببطء ككلمه كلمه. عنده مشكله بالتهجئه. عندنا مشكله مشكله وقت بيكون عندنا صعوبه رياضيات بيكون عندنا مشكله بالارقام المتشابهه مثل 2 والاربعه، ممكن يقرا لك 25 52. عندنا مشكله بالعمليات الحسابيه ما بيقدر يقوم فيها. عندنا لما بنقول مشكله استاذه منال يعني هي ممكن نلاقي صعوبه بتعديلها،
بس نحن عم نحكي هي قابله للتعديل وفي عندنا كثير اطفال تماما تجاوزوا هي المرحله بمساعده الاستاذ وبمساعده الاهل وبمساعده الاخصائي وقدروا يكملوا تعليمهم للمرحله الجامعيه. فهي ما بتوقف ابدا بوش الطالب، بس انه نحن بدنا يعني نتعب معه كاهل كاستاذ كاخصائي. نعم. بده يعني عاية شوي اكثر من رفقاته الباقيين. يمكن عم نحكي عن فينا نقول صعوبات التعلم وظاهر صعوبات التعلم، لما عم تحكي عنها استاذه منال، لما نقول في مشكله بين التميز بين الاحرف المتشابهه او سمعيا، هذا بيلعب دور المخزون المعرفي اللي عنده للطفل السمعي تماما. يعني هو اول اربع خمس سنوات كان عم يخزن الكلمات، يعني بتكون المشكله مو فقط يمكن من الولاده او اثناء الرحم، ممكن كمان المحيط بيلعب دور تماما. او ممكن نحن بالمرحله وقت اللي بلش يقرا، انا مثلا بدل ما يقرا لي جمل يقراها حمل، ما عرف الجيم من الحاء، بيقرا بالكلمات بدل مثلا برد بقول لك درب وقت اللي بيكون عم يقراهم. قد ايه مهم هون يكون في تشاركيه كبيره بين الاهل وبين المدرسه يمكن لحتى ما يصير في حاله نسيان او حاله ضياع للطفل لما بيطلع من مدرسته، بصير في حاله يمكن تكامليه لحتى نحن نتخطى هي المشكله. تماما. هلا دور الاهل كثير مهم بهي القصه. نحن وقت اللي بنشوف انه طفل عنده صعوبه تعلم، اول شيء نحن رح نجيب الاهل ونشرح لهم انه هي مشكله او صعوبه بس نحن بنقدر نتجاوزها، والدور الاكبر هو على الاهل رح يكون بالنهايه، رح نخبر الاهل انه بالتعاون معهم رح نشرح لهم عن الخطه العلاجيه اللي نحن رح نقوم فيها، لانه هن المكمل لشغلنا نحن ولشغل الاستاذ بالمدرسه، ورح نخبرهم انه هن ما لازم يخافوا، ما لازم لازم يشجعوا ابنهم انه يقدر يتجاوز هي الشغله، مو انه نحن ننعطي الطفل بانه انت كسلان، انت مانك حابب تدرس، ابدا هذا الشيء ما بيصير. صحيح. لازم يشجعوا ابنهم على اي مجهود هو عم بيقوم فيه. حتى ممكن الطفل يفوت بحاله ملل استاذه منال اليوم، ممكن اول مره ما عرف، ثاني مره، ثالثه، يقول ما عرف. تمام. بحس بالاحباط، بالملل، بقله ثقه بالنفس، ممكن يصير يتعرض لتنمر من رفقاته بالصف كمان، هي كلها بدنا نحن نواجهها. طيب استاذه منال، خلينا نحكي عن خطه العلاجيه، مثل ما قلتي في تشاركيه بينكم وبين الاهل وبين المحيط، حتى المدرسه بتلعب دور. فينا نقول لما صعوبات التعلم يتم اكتشافها بوقت مبكر ونبلش بخطه علاجيه، رح يكون في فتره زمنيه للعلاج ويمكن بتكون سريعه شوي احسن من غيرها لما يكون بمراحل متاخره. خلينا نبلش نحكي عن بعض الخطوات لهي الخطه العلاجيه لكل الامهات يمكن اللي نوعا ما بلشوا يعرفوا انه احد اطفالهم عندهم صعوبات التعلم، ودائما بتلاقي الام عندها قلق وخوف تجاه طفلها وتتمنى الطفل يكون هو الافضل. تماما. هذا خوف طبيعي تجاه يعني اي ام تجاه طفلها. هلا بدايه دائما التدخل المبكر باي شيء هو له نتائج كثير فعاله للمدى البعيد. هلا نحن وقت اللي نلاقي ابننا عنده مشكله او شيء، دائما رح نتوجه للشخص المختص بهذا الشيء ليساعدنا ويحط برنامج علاجي، لانه كل طفل دائما هو حاله فرديه، يعني الشيء اللي موجود عند هذا الطفل ما رح يكون موجود عند غيره. قديش فينا نقول الفتره الزمنيه العلاجيه؟ هلا هذا الشيء بيعتمد على الطفل والمشكله اللي عنده. نحن عندنا صعوبات التعلم انه اكثر من شيء، ممكن بس بالقراءه، ممكن بس بالكتابه، ممكن بس بالحساب، لكل حاله تقريبا مشان الام ما تخاف. قديش بتاخذ وقت؟ هلا هذا الشغل بقى حسب الطفل وحاله. تماما. حسب تقييم الحاله، الطفل، شغل الاهل، شغل الاخصائي، المدرسه وتعاوننا معنا. صحيح. اذا بنحكي عن الاعمار الصغيره تحديدا الكيجيات، كيجي 1 وكيجي 2، في بعض الاهل ما كثير بيعطوا اهميه لهي الاعمار واللي هي الصفوف، بيقولوا ممكن على الصف الاول لحاله يبني مع الاندماج مع باقي الاطفال يتحسن وما ملاقيين مشكله اصلا، فخلينا نحكي عن اهميه هذا الموضوع. الاعمار الصغيره قديش مهمه تفوت على هذا المجال، مثل ما بنقول على الدراسه، ممكن ما تكون دراسه مكثفه مثل طبعا باقي الاعمار، لكن تاخذ ولو فكره صغيره، لو اطلاع، لحتى اذا كان في مشكله نكتشفها، وبنفس الوقت يكون اعداد مهم لحتى نفوت على رحله دراسيه. تماما. هلا بالاعمار الصغيره نحن بنستخدم اسلوب علاجي مثل اللعب او القصص الطريفه للطفل. هلا انا وقت بدي اعلم الطفل الفرق بين الجيم والخاء مثلا، كنقاط وين بنحطها؟ انا فيني اقول له مثلا الخاء هي نقطه فوق راسها، مثل كلمه مخ اللي هو هون، مثلا الجيم هي نقطة تحت مثل كلمة رجل اللي هي تحت، فهو رح يربط دائما انه مخ هي خاء فنقطة فوق لأنه هي فوق والرجل هي تحت، فدائما بدنا نربط أي حرف بشيء طريف أو بسيط لحتى الطفل يضل بذاكرته. ممكن نحن الطفل وقت اللي بيكون بيكتب من اليسار لليمين دائما نحط له إشارة مميزة ببداية الجهة اللي لازم هو يكتب فيها.
فهي انه يعني شغلات بنربطها حسب الطفل، حسب يعني شيء يكون بسيط وقريب من الطفل بهي الاعمار. اساسا اذا بدك تدخلي باي خطه علاجيه اللهو واللعب له جزء كثير كبير لتقويم الحاله يمكن تصحيحها بشكل سليم. تماما، هو اللعب نحن كثير عم ندخله بمناهجنا العلاجيه ومناهجنا الدراسيه كمان. طيب استاذه منال، بالاونه الاخيره اخر 10 سنوات عم نسمع كثير عن مشاكل عند الاطفال، صعوبات التعلم، هي اسبابها شو بتكون؟ يعني سابقا ما كنا نشوف هي الظاهره منتشره بشكل كثير كبير، اليوم عم نشوف فعليا بكل صف عم يكون في عندك حاله او حالتين، كنا نشوف قبل حالات بسيطه بس ما نعرف شو هي، طبعاً. اليوم صار في تخصص او توجه اكثر يمكن علمي صحيح للحاله. هي الحالات كانت موجوده قبل ولهلا نفسها، بس يمكن ما كان في اضاءه كافيه على هذا الموضوع، نحن الطفل اللي كان عنده اي مشاكل كنا نقول عنه انه كسلان، نحطه بمرحله انه هو اللي ما بده يدرس، هو اللي مو قدران، نحن ما كنا نعرف انه هو عنده مشكله مو قدران يتخطاها، او ما كنا نعرف الاسلوب الصح لحتى يتخطى هي المشكله، فكنا دائما نقول انه هذول هن الاطفال الكسلانين. كيف تميزوا استاذه منال بين الطفل اللي هو ما بده، او مثل ما بنقول بيأسفني اقولها لهي الكلمه، الطفل هو كسلان، وبين اللي عنده فعلا مشكله تعلم بحاجه لعلاج؟ هلا نحن حكينا عن معامل الذكاء، هلا الطفل هلا كل طفل عنده قدرات عقليه معينه، هلا اكيد الطفل الكسلان نحن ما فينا نعاتب الكسلان اصلا، لانه يعني يمكن قدراته العقليه ما بتعطيه غير لهذا المرحله، او يمكن القدرات البيئيه، او في اطفال اذا ما حبت الاستاذ ما بتقدر تعطي، او اسلوب الاستاذ مثلا ما شده لهي الماده فتلاقيه صار كسلان فيها. الطفل الكسلان مثل ما نعتناهم هن عندهم مشكله بكل المواد الدراسيه، اما الطفل اللي عنده صعوبه تعلم فهو عنده مشكله بماده او اكثر من المواد الاساسيه اللي هي قراءه كتابه وحساب. هون في فرق بين اضطراب التعلم وصعوبه التعلم، يعني بنصنفهم صعوبه التعلم هي بدها تكون عندي بالقراءه او الكتابه او الحساب، اما الطفل المتاخر دراسيا خلينا نقولها بدل كلمه كسلان بنصنفه تحت اضطراب التعلم. تماما، متاخرين دراسيا بيكونوا انه عندهم بكل المواد مشاكل، يعني مو بس بالمواد الثلاثه الاساسيه. فينا نعامل الطفل المتاخر على انه طفل عنده مشكله وصعوبه طالما هو سليم جسديا وسليم عقليا وفكريا، فينا نحن نعامله على اساس انه هو مثل ما قلنا عنده مشكله وصعوبه، لانه سمعنا عن كثير اشخاص كانوا متاخرين بس عملوا كثير انجازات فيما بعد. ما كانوا متاخرين، كانوا يمكن الاستاذ ما عرف يوصل له الفكره، كان في مشكله بين يعني فجوه بين الاستاذ والطالب. نعم. يعني في نحن كثير احيانا بنلاحظ بصفوف في عندنا اطفال مهملين، انه خلص هذا الطالب ما انه مهتم فانا خلص اهملته. نعم. طب ليش انا فيني حفظه ويمكن يطلع اشطر من باقي الطلاب؟ وهذا دوركم اليوم، الدافعيه عند بعض الطلاب يمكن هذا دوركم اليوم لما نقول نفعل الصفوف الاخرى. تماما، تكون هي تفعيل لكل الاطفال اللي عندهم مشاكل بصعوبات التعلم او اضطراب التعلم، سابقا ما كنا نشوفها. لا ما كنا بالمدارس نشوفها. اليوم عم يكون في تعاون مع المدارس. تمام. بشكل كثير كبير عم يتم تفعيلها، عم تم تفعيلها من خلال غرفة المصادر، من خلال الكشف عن هدول الأطفال وتوجيههم للأخصائي المناسب لحتى يشتغل معه، وتوجيه الأهل كمان بالبيت إنه لحتى يشتغلوا معهم بالطريقة الصحيحة. صحيح. من المتابعة بفترة الصيف خلينا نقول، قديش مهم الأطفال اللي عندهم مشكلة وصعوبات بالتعلم؟ يعني نحن ما نضل على فترة المرحلة الدراسية، بتخاف الأم ينسى طفلها شو تعلم، بتخاف ترجع لنفس المشكلة، فبتنصحي أنت بالاستمرارية خلال فترة الصيف؟ لا بنصح بالاستمرارية بس مو المكثفة، لأنه هي بالنهاية عطلة صيفية لحتى الطفل يرتاح و يعني يلعب ويتسلى، يكون عنده نشاطات ترفيهية أكثر ما أنا تعليمية، يعني أنا بكون بجانب تعليمي بس بسيط، ما كل نهار يكون تعليمي، أكيد أنا لازم الطفل اللي عنده صعوبات تعلم دائماً في عندي تكرار للدروس دائماً لأنه عنده حالة نسيان. فلازم انا ضل متابعته بس مو بالشيء المرهق بالفتره الصيفيه. تمام صحيح. طب بالختام استاذه منال، خلينا نعطي بعض النصائح لكل الامهات اللي عم يتابعونا، مثل ما قلنا ببدايه حديثنا بتكون هي في منفعله او عندها توتر او قلق تجاه طفله، بعض الخطوات الصحيحه لانا فعليا حط ابني على الطريق الصحيح وبلش عالج مشكلته. تماما، هلا الامهات اللي عندهم اطفال من ذوي صعوبات التعلم انا بنصحهم انه نحن ما لازم نخاف، ما لازم نقلق لهذا الشيء، لانه هو مرحله نحن بنقدر نتجاوزها وقت نكون بالطريق الصح، نتعاون مع الاستاذ مع المدرسه ومع الاخصائي. نطول بالنا قد ما فينا، كثير بدها طولت بال كثير، لانه هي مشوارها شوي طويل اطول من باقي الاقران، بدي عيد كثير مع الطفل، بدي راجع له كثير،
ما بدي شجعه على اي انجاز ولو بسيط هو قام فيه، ما بدي انعته بصفات ما انا حلوه لانه رح يصير عنده احباط وما رح يكمل المرحله التعليميه، وفي كثير اشخاص قدروا يتجاوزوا هي المرحله وكملوا تعليمهم ووصلوا للمراحل الجامعيه بتفوق. اكيد بدنا نشكرك استاذه منال على كل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لحضرتك، الله يعطيك العافيه. شكرا لك استاذه منال على وجودك معنا. يعطيك العافيه.